نبداو عدد اليوم من جورنال ذا بخبر عنوانه محلل بين سبورت القطرية يكشف نقاط ضعف في الرجاء وسبب الهزيمة أمام الأهلي المصري. وفي تفاصيل الخبر كشف وائل جمعة محلل قنوات بين سبورت القطرية على سبب هزيمة الرجاء أمام الأهلي في المباراة اللي جمعت الطرفين يوم السبت الماضي برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ورجع النجم المصري السابق أن دفاع فريق الرجاء كيتحمل المسؤولية الكاملة جراء ضعف التغطية والتمركز، وزاد محلل قناة بين سبورت أن دفاع النصر الخضر كيستحق العتاب من جماهيرو على الأخطاء اللي تم استغلالها بنجاح من قبل الأهلي المصري. وقال جمعة أن خط دفاع فريق الرجاء كيتحمل المسؤولية الكاملة خصوصا في الهدف الثاني لإظهار الغياب تام التركيز عند مدافعي الرجاء. رقم سلبي غير مسبوق للرجاء في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وحقق فريق الرجاء الرياضي رقم سلبي غير مسبوق له في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته أمام مضيفه الأهلي المصري بهدفين دون رد في مباراة ذهاب دور الربع. وسجل فريق الرجاء رقم سلبي لأول مرة هذا الموسم في مسابقة عصبة الأبطال بعد ما عزوا لاعبي الفريق على هز شباك محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، وهي المباراة الأولى اللي ما توفقش خلالها الخط الهجومي للفريق تسجيل مثل ما فعل في المباراة الثامنية السابقة في الدور التمهيدي الثاني ودور المجموعات. وكان هجوم الرجاء سجل 3 أهداف مرمى جمعية نجالاك خلال الدور التمهيدي، وأحرز 5 أهداف أمام فايبرز أوغاندي في الجولة الأولى، وثلاثة الأهداف أمام سامبا تنزاني في الجولة الثانية، وهدفين أمام حورية كوناكري في الجولة الثالثة، ثم ثلاثة الأهداف أمام الأخير في الجولة الرابعة، وهدف واحد أمام فايبرز في الجولة الخامسة، ثم ثلاثة الأهداف في الجولة السادسة أمام سامبا تنزاني. لاعب رجاوي يبهر الجميع رغم الهزيمة أمام الأهلي المصري، وأظهر خط وسط ميدان فريق الرجاء الرياضي اللاعب الغيني أحمد كومارا لاستوديو تحليل القنوات بين سبورت القطرية بقيادة المقدم الليبي مهند الجالي، وأثنى محللي قنوات بين سبورت على إمكانية كامارا في خط وسط الفريق الأخضر منذ دخوله كبديل في الشوط الثاني في المواجهة ضد الأهلي المصري. وتنبأ مهند الجالي والإطار الوطني عزيز بنيج مستقبل واعد كامارا بالنظر للإمكانية الكبيرة اللي كيتوفر عليها، واستغرب طاقم تحليل من تواجد كامارا كاحتياطي ودخوله حتى المنتصف الشوط الثاني في ظل توفره الامكانيات الكبيره خلاته يبان نجم الفريق لما دخل ضد الاهلي. من جهه اخرى تحصل زكريا الهبطي لاعب فريق الرجاء على اضعاف التنقيط من بين جميع اللاعبين اللي شاركوا في مباراه النصر والاهلي المصري. وكشف موقع سوفاسكو المتخصص في الارقام والاحصائيات الرياضيه على تنقيط اللاعبين في المباراه اللي انتهت لصالح الاهلي بهدفين لصفر، وتحصل خلال الهبطي على اضعاف التنقيط في اللقاء ب 5.8، ولعب الهبطي 59 دقيقة لمس خلالها الكرة 30 مرة وفقد الكرة في 12 مرة وحاول المراوغة في 5 مناسبات نجح خلالها في محاولتين وقام بعرضية واحدة خلال اللقاء. مدرب الرجاء يكتفي بيوم راحة بعد العودة من مصر، وأخبر التونسي المدير الكبير لاعبي فريقه بالعودة لاستئناف التدريب اليوم الاثنين تأهبا لمواجهة الأهلي المصري برسم إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. ومنح الكبير اللاعبي أمس الأحد راحة وغيرجعوا للتدريب اليوم الاثنين وفق برنامج إعدادي مكثف. وكشفت إذاعة أمافام على أن مدرب الرجاء طالب من المعيد البدني باختيار برنامج لرفع من لياقات لاعبيه بعد التدني الملحوظ في مستوى بعض اللاعبين، ومن المرتقب باش يقسم مدرب النصر الحصص التدريبية للشغل على الجانبين الفني والبدني لتحسين مردود المجموعة نظرا للقيمة الكبيرة للخصم. من جهته قرر مارسيل كولير مدرب الأهلي المصري منع لاعبيه من يوم راحة تأهبا لمواجهة الرجاء لحساب مباراة الإياب، ورفض مدرب الأهلي إراحة لاعبيه وواصلات المجموعة الأهلاوية للاستعدادات قبل مباراة السبت المقبل. الأهلي المصري يحدد موعد سفره إلى المغرب لمواجهة الرجاء، وحدد فريق الأهلي المصري غدا الثلاثاء كموعد السفر بعثته للمغرب من أجل مواجهة الرجاء الرياضي برسم إياب دور الربع النهائي. وقرر الأهلي المصري السفر للمغرب قبل 72 ساعة من موقعة مباراة الإياب أمام الرجاء، وبعد 72 ساعة أيضا من مباراة الذهاب اللي فاز بها الفريق بنتيجة هدفين لصفر. يشار أن فريق الرجاء غيستقبل ضيفه الأهلي المصري يوم السبت القادم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن إياب دور الربع النهائي على الساعة 8 مساء. مارسيل كولير يحسم موقف لاعب الأهلي أمام الرجاء، وكشف مصدر النادي الأهلي المصري موقف أحد لاعبي الفريق الأحمر من خوض لقاء الإياب أمام الرجاء الرياضي، وأكدت عدة منابر مصرية أن أحمد عبد القادر تعافى بشكل كامل من الإصابة اللي تعرض لها في العضلة الخلفية، وكتبقى مسألة الاستعانة به في لقاء الرجاء وفقا للرؤية الفنية السويسري مارسيل كولير. وشدت نفس المصادر على أن اللاعب عبد القادر كان جاهز من الناحية الطبية قبل لقاء الرجاء في القاهرة، لكن كولير ما كيفضلش التعجل في الدفع
اللاعبين بعد عودته من الإصابة، مثل ما حدث مع طاهر محمد طاهر في وقت سابق، ودخل المباريات بشكل تدريجي وزاد نفس المنابر، لأن اللاعب عبد القادر غيشارك في التدريبات بشكل طبيعي على غير المشاركة في التدريب الماضية استعدادا للقاء الرجاء المقبل دوري أبطال إفريقيا. العصبة الاحترافية تعاقب الرجاء بحرمانية من اللاعبين أمام المغرب الفاسي. وفي تفاصيل الخبر، صدرت اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية عقوبة بحق كل من عبد الإله مذكور وعبد الرؤوف بن غيت، وذلك بعد تلقيهم للطرد خلال مواجهة النصور الأخيرة في البطولة الوطنية أمام الشباب الرياضي السالمي لحساب جولة 23. وأعلنت العصبة الاحترافية على توقف عبد الإله مذكور لمقابلة واحدة للحصول على بطاقة حمراء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط، إضافة لتوقيف عبد الرؤوف بن غيت لمقابلة واحدة لتلقي جوج بطاقات صفراء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 84 من قانون الانضباط. وفي سياق متصل، قررت العصبة الاحترافية كذلك تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 25,000 درهم لاستعمال جماهير الشعوب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود خلال مواجهة الشباب السالمي اللي انتهت بنتيجة التعادل السلبي 0 لمثله. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال باب، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوية جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.